فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع فقال: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، ولا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وأطع والداك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا إليهما فاخرج من الدنيا إليهما، واسمع وطع للأمير ولا تنازعه وإن كنت أنت أنت، ولا تفرر من الزحف وإن فر أصحابك، ولا تفرر من الزحف وإن فر أصحابك. قال: وأطعم أهلك من طولك وخوفهم في الله جل وعلا. هذا الحديث أحبتي حديث عظيم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر قد تقع في المجتمعات وتهدد الأفراد، وترك الصلاة آفة خطيرة تفسد الإنسان أولا في نفسه، فإن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا كما قال عمر فهو لما بعده أضيع، فمن كان لصلاته مضيعا فهو لغيرها أكثر تضيعا، فتذهب الأمانة ويذهب الحفظ وبرئت منه الذمة، على عكس الذي يحافظ على الصلاة تجده مطمئنا مرتاح النفس طيبا سعيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة وأرحنا بها.